بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي. اليوم عندنا جهاز نوت 13 برو 4G عليه نظام 14 ذاكره 512. اخوات اول شغله راح نقوم بغيار المقاومه. اذا كان الجهاز ذاكرته 512 راح نركب له 18 كيلو مقاومه. اذا كان تحت 512 ذاكره بدنا نركب له 10 كيلو. فهذا ذاكرته 512 ركبنا له 18 كيلو. خلينا نشيك على المقاومه انه ركبت بشكل صحيح. نعطي انفو عن الجهاز. مثل ما انكم شايفين P1. راح نقوم طبعا راح استخدم الاداي تفليش سيلفر. نختار اول شيء لافيل اوتو 5. نختار الفلاشه المكتب طور واحدة الفلاش. بعدين نعطيه فلاش. هلا كل ما علينا نوصل الوصلة على الجهاز نكبس كبسة علاي والطوطاي ونوصل الجهاز. مشيك على السيرفر. هلا كل ما علينا ننتظر لتنتهي عملية التفليش. طبعا اخواتي انتهت عملية التفليش. هلا كل ما علينا نفصل الوصلة عن الجهاز وننتظر حتى يشتغل. هلا ما تم عنا شغل. هنفتح الدي اف تي نتجه لخانة ميديا تيك ميتا مود. نعطيه بوت ميتا مود او ادي بي. راح نعطيه ادي بي لانه راح يشتغل معنا الجهاز. نكتب اي 100 واي 85. انا اي 100 واي 85. هلا اخواتي فات معنا الريكوفري. كل ما علينا فرمت الجهاز ويبداتها كونفي. استنى ننتظر لتنتجي عملية فورمات. نعطيه ريبوت ننتظر ليشتغل الجهاز. مثل ما يكون شايفين اقلع معنا على النظام ENG اللي هو اندرويد. الله كل ما علينا نوصل الوصل على الجهاز. ناخذ انفو عن الجهاز. مثل ما نكون شايفين جلوبال P1 انه المقاومة بشكل سليمة متغيرة. نجا خانة الميديا تيك ميتا مود خير ادي بي ريبير علامة الحمراء. نعبي الايميل الاول والثاني بعدين نعطيه ستارت. ما فينا لا نشيل وصلة ولا شيء. كل ما علينا ننتظر حتى تنتهي العملية.
نفصل الوصل عن الجهاز وننتظر ليطلع معنا. مثل ما يكون شايفين اخواتي اقلع معنا الجهاز. خلينا نشيك على ايمي 85 85. هلا كل ما علينا نوصل الوصل على الجهاز، ندخل الجهاز على فاسبوت، نعطي سكين هذا به ما اخذ معنا، نرجع نجرب ريبوت فاسبوت. هلا كل ما علينا نفلش الفلاش الرسمية عن طريق الفاسبوت، اعطي سكين هذا به لانكم شايفين، اختار الفلاشة، اختار الايمج، بعدين نعطيك كرسور سيتش يطلع معنا بهالشكل هذا، اعطي فلاش يس. مثل ما كنتم شايفين اخواتي انتهت عملية التفليش، نفصل الوصلة عن الجهاز ونكمل. مثل ما نكون شايفين اخواتي اقلع معنا الجهاز، هاي المواصفات، النظام العالي 14، شيك على ايمي 85 85. اخواتي لا تبخلوا علينا بالاشتراك واللايك، اي مشكلة بصير معكم تواصلوا معنا على التعليقات ونحن نساعدكم ان شاء الله. السلام عليكم.